بس في حاجه مهمه قوي. بصي انا دايما اقول للناس حاجه، لانه قانون الجذب طالع بقاله كتير قوي، فعارفه تفسيرات واعاده تفسيرات واعاده تفسيرات، فمع الوقت في طرق اسهل عشان تنفذيه. اوكي، انا شخصيا جذبت لحياتي تقريبا كل حاجه كتبتها، بما فيهم ان انا مثلا زهقت من التريننجز من فتره، انا مش بعمل لايف كوتشنج اصلا بقالي كتير قوي، بطلت لانه كنت عايزه اشتغل حاجه ليها علاقه بالتلفزيون، وحاليا انا بنتج برامج فعلا وبعمل حاجه تانية خالص زي ما انا كتبت. زي ما كتبت من غير يعني عارفه دايما الفن بالذات في العالم كله يعني او التلفزيون محتاج كونكشنز، يعني انا مش عارفه حد، هو اللوف اتراكشن، حطيت الحاجه على الوش وول وكتبت اللي انا عايزاه كله، صورتي واسمي وما اعرفش ايه والضيفه. طب انت قلتي كتبتي الاول انت عايزه ايه، وبعد كده اهدافك، وبعدين ايه؟ بصي انا بس عايزه اقول انه ميك شور انه وانت بتطلبي اي حاجه، يعني انا جذبت لنفسي حاجات كتير جدا، في حاجات منها اذتني جدا، مش يعني انت شرط اختياراتك لازم دايما طبعا. لازم دايما تقولي لو ربنا شايف ان ده خير اللي فيه الخير زي الاستخاره، فيري امبورتنت، كانت فرقت معايا كتير والله. يعني انا جذبت لنفسي تقريبا كل اللي انا طلبته، في حاجات بهدلتني يعني. فانت لازم هتكتبي، هتقولي الاول اتحددي وبعدين تكتبي لنفسك الجواب ده، وتروحي واخده منه صور، بتطلعي صور بقى، طلعي بقى صور الفرح، عايزه تعملي فين المكان، طلعي صور الهانيمون. الهانيمون يس. طب بس اللي بيعمل كده يعني، انا واحده صاحبتي جت قالت لي انا بعمل كده، اقول لها يا بنتي عيشي الواقع، انت عايشه في اللالا لاند. ما دايما في نظريه ثانيه في اللايف كوتشنج وفي الحياه، ما ترجعش للماضي ولا تقعد تشغل نفسك بالمستقبل، عيش اللحظه، ليف ذا بريزنت. بس خلي بالك ان البريزنت ده هو نتيجه افكارك وطاقتك بتاعت امبارح اصلا، يعني اللي انت فيه النهارده نتيجه افكارك بتاعت امبارح. احنا قناعاتنا بنكذبها طول ما احنا ماشيين كده كده، يعني انت لما تصحي الصبح مزاجك مش حلو، اوكي، وتنزلي الشارع تفضلي طول اليوم تكذبي ناس تنرفزك زياده، صح؟ لو انت مثلا ايما متعصبه واحداث تنرفزك زياده، ويفضل اليوم ماشي بنفس الطريقه، فانت كده كده بتكذبي، يعني هو انت ما مش مزاجنا، هو شغال كده كده، ده قانون من قوانين الكون. فاحنا عايزين بقى نمشي دماغنا ان احنا نخليها تفكر في اللي احنا عايزينه، عشان نكذب بالقصد، نبقى انتنشن كرييترز، يعني احنا نخلي حاجات تحصل بالقصد احنا عايزينه.